لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة، وشكرا لكم مشاهدينا الكرام. الكذب كله جه هيقعد يسرح بيا ويوجع دماغه وقرف. السلام عليكم. أقول لك هذا حاج اتفضل تعال. عامل ايه؟ عامل ايه يا عم شبان انت؟ والله الحمد لله تمام. اخبارك ايه؟ اه زي ما انت شايف الحمد لله. والله رحت السوق النهارده جبت جعوتين كده. واخد لي بالك؟ اه يا سلام. المارة قالت ايه؟ قليلين جسمتهم قليلين مش هينفع معانا. هي المرة لما تقول اعمل ايه طيب؟ بعض. هنعمل ايه طيب؟ جرفنا. اي جبتهم وجيت في العربية الرجل خد مني 200 جنيه 200 جنيه؟ السواق ليه جاي من مصر يا؟ ده انا معاد ندمت عليه قلت له تعالى واخد بالك تعالى ودي لي الجعوتين دول جابهم لي. المرة تروح تجيب عم تبني واحدة. السلام عليكم. جيب لك ايه؟ اسماعيل. اهلا حبيبي عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ حاجي محمود عامل ايه؟ اهلا. هات تعالى هات النعجة الخروف ده اه. يقعد هات هذا الخروف ده اه. دي ب 200 جنيه ده؟ اها اهم 200 جنيه ها. ايه رأيك فيها؟ حلو. دي ب 200 جنيه حاجي اسماعيل. ايه رايك فيها ده؟ دي ب 200. ايوه يا اخي بطل كده يا ده لسه جايبه من النهارده. مين قال لك ده ما يكذب يا؟ واسال حزل قومه ده السواق. مين قال لك ما يكذب؟ وده ايوه صح دي ب 300. اه جبتهم المره قلت لهم تاكل شويه عيش عشان غاله وتمشي العمليه شويه. معايا العيال قاعدين في البيت عوطليه. قويتهم؟ اه قلت لها لا عليها الطاقم عويتهم. لا جاي. يعني كلمتي انا ما تنزلش ابدا. ايوه كلمتي انا اللي مشت على طول. ايوه عاود دول قلت لا ابدا. ايوه يا اخي عاود قلت ابدا سيبيهم كلمه واحده سمعت على طول. لا معلم على طول زي امال ايه؟ شفت اي كم يوم برضه الواد جاب لك جدي صغير كده. ايوه يا ابويا خلي ده قلت له كلمه واحده عاود راح معاود راح معاود على طول ولا حد يمسك الكلام. شوف كله كده. ايوه ايوه صح صح. ابا نروح انا وانت نشتري لك اتنين تاني. لا انا مش عاود. ليه؟ لا اشتري روحك انت. هنجيب لك اتنين جعوتين. شكرين شكرين. شوف المره توكلهم في البيت. لا لا انا موكل انت تقعد لما توكل. المره توكلهم. لا لا انا مش عاوز اتوكل. وكل انت. ليه يا عم ما خلي هاتهم للمره ولا لا 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 مش هيجيب. خلاص يا عم خلاص بلا عيال بلا. ابويا ايوه ازيك عم الحاج محمود؟ ايوه عم احمد يا حبيب ابويا امي بعت الججان اللي انت جبته وبعت الجاموسه وما تقول لك قال انت ما غسلتش الهدوم يا لما سودا وكنت هتغسلها التباش يا حاج محمود. لا امي ما تقول لك كده وكنت هتغسل وما عملتش لقمه. يا جميلك يا ابويا يا ناس يا ناي خد يا ناي ايه لما تقول انت وانا قاعد مع الناس يا تعال يا ناي خد بس يا ابن الكال هو ادلك ساعة تقول اما بيا يا حاج محمود يا حاج محمود ما تتباهش ده انت تارك مالكش لازمه خالص ده على لما قلت له بتسيبك اموت خلاص جيت عندي ما تحلف لي بالطلاق وحلفت على المرة بالطلاق وانت لك الكذاب انت ادم ما تقول كده واو واو يا ادم امك قالت كده يا ولاد الكال يلا قوم عشان تغسل هدومات قوم خد لك فمين قوم 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 خد هدومات وامشي روح هدوم ايه روح يا شاطر الطين يا ابن الكال يا شاطر شاطر الطين يا هدوم ايه هذا انا ما اقول للناس